المكان. المرحله دي مرحله ايه؟ مرحله فصل العيوب العاليه. يعني احنا عندنا عيبين في البرتقال، في عيوب بنسميها العيوب العاليه، وفي عيوب بنسميها لا دي بتتشال على الفرزه اللي بعد كده. تمام. العيوب العاليه في هنا حاجه اسمها عفن هبابي. تمام. ده بيتفصل ورا العيوب العاليه اللي هنا اللي بتتشال لو حبايه خضراء جامد كده، يعني خضراء او لو حبايه فيها قصه عاليه البنت هنا بتقصها وتعديها. تمام. وبنكمل عليها في المرحله الثانيه في التدريب. يعني العيوب العاليه. تمام. العيب العالي بيبقى هنا لو دي مش موجوده الكبسوله بيبقى اسمها تنتيش. دي بتعفن الحبايه، او لو الحبايه مفلوقه او مكسوره او فيها اي نوع من الاعفان، عفن بني او عفن اخضر او عفن ازرق. فدي اسمها مرحله العيوب العاليه. العيوب العاليه بنشيل فيها العيوب العاليه. وبنعدي في مرحله ثانيه بعدها بنشيل فيها العيوب الخفيفه اللي هي بتمشي في الدرجه الثانيه. تمام. زي ايه بقى؟ زي ايه يعني؟ لو عندي اطرسات مثلا حاجه زي دي ما تمشيش في الدرجه الاولى، ممكن تمشي في الدرجه الثانيه. حشره بسيطه زي ديت. في حاجه اسمها اقرص او خضار. خضار انواع يعني، دي تمشي في الدرجه الثانيه. الخضار ده ده يمشي في الدرجه الثانيه، بيتفصل في المرحله اللي بعد كده. كويس. تمام.